5G هي أحدث تقنية الاتصال اللاسلكي اللي يستعملوه الهواتف الجوالة. كيف نحكيه على 5G، المفروض الجيل الخامس معناها سبقته أجيال من الجيل الأول حتى الجيل الرابع. إذا كان نذكره بالجيل الأول، الجيل الأول هو كتليفونك الكبير اللي مكننا كان من الاتصال. الجيل الثاني، الجيل الثاني باش يزيد على الجيل الاول هو ارسال الارساليات القصيره. ثم بعد ذلك الجيل الثالث، مع الجيل الثالث ولينا نجمو نستعملوا الانترنت لكن بصفه محدوده. نجمو مثلا نبعثوا رسائل، دي زيميل، نستعملوا البريد الالكتروني متاعنا. ثم بعد ذلك جاء الجيل الرابع ليعمم وينشر الانترنت اللي تمكننا من تحميل ومشاهدة الفيديوهات وأفلام وأغاني إلى غير ذلك، بالإضافة إلى تمكيننا من العديد من التطبيقات. وأخيرا نحكي توا على الجيل الخامس اللي ماهوش وما ينجمش يكون امتداد للجيل الرابع، هو نقلة بكل المقاييس، وفما إمكانية كبيرة إنها تكون نقلة نحو المجهول. فاش يصلح لنا 5G؟ احنا قبل ما نجاوبوا على السؤال هذا، هات نعرفوا السياق اللي جاء فيه 5G. السياق هو انه توجدت تجاره مربحه ومربحه جدا، هي التجاره المتعلقه بالشركات الالعاب الالكترونيه على الهواتف الجواله من ناحيه، وشركات التجميع وتخزين وبيع المعلومات. الأرباح نتاع الشركات هذوما والتجارة هذية تضاهي الأرباح شركات النفط. باهي، لمضاعفة الأرباح هذية واجب إنه يحسن من الخدمة كتسريع في المعلومة أو جودة الألعاب الإلكترونية، فواجب خلق تقنية في حجم 5G تمكن من سرعة كبيرة وكبيرة جدا في تدفق المعلومات. وبالتالي في هذا السياق تبعثت 5G، لكن بالإضافة وقت نقوله 5G نقوله زادة انترنت الأشياء. شنو ما الانترنت الأشياء؟ من أهم حاجة في انترنت الأشياء هي السيارة ذاتية السياقة. إيش معناها سيارة ذاتية السياقة؟ إنك أنت تنجم تكون في العمل متاعك وتبرمج السيارة متاعك باش تخرج من الجراج وتوصلك وتاخذ السيارة متاعك. زادة تنجم تبرمج الأجهزة الكهرو منزلية عن بعد. كي نقولوا زادة 5G هي إمكانية للمعالجة والقيام بعمليات طبية عن بعد. كي نقولوا 5G زادة هو السرعة الفائقة واللا خيالية في تحميل المعلومة وكذلك تحميل الأفلام والفيديوهات. فرق الواضح هو ما بين نقولوا، خلينا نقولوا 4G و5G. الكات جي امواج والاشعاع المنبعث من الكات جي هو ذات موجات طويله، هيك علاش التغطيه تكون على اقصى تقدير 15 كيلومتر اذا كان ما عندناش حواجز، والترددات ضعيفه. 5G الامواج هي قصيره وقصيره جدا، لدرجه اننا نحكيه على أمواج مليمترية، والترددات هي قوية وقوية جدا لدرجة أن النجم نقيسوها، هي الترددات هذه موجودة ما بين 29 إلى غاية 90 جيجا هرتز، وتعتبر 90 جيجا هرتز من أرفع الترددات. وهذا بالطبع مش يكون عليه عنده انعكاسات كبيرة وكبيرة جدا على المحيط وعلى كل الكائنات الحية. بصفة عامة الإشعاعات المنبعثة
من الحقول الكهرومغناطيسية اللي تثبت فيها خنقول التروا والكات جي، هي صنفت من قبل منظمة الصحة العالمية بأنها مسرطنة. ثم بعد ذلك توالت الأبحاث بالمئات لتبين أن هذه الإشعاعات لها مخاطر على الكائنات الحية، هي تتسبب في سرطانات وتتسبب في أمراض مناعية. وقام زاد المركز الدولي للأبحاث السرطانية بالعديد من الأبحاث في هذا السياق، وبين أنه الإشعاعات الكهرومغناطيسية تتسبب في سرطانات، وأهمها وأكثرها سرطانات الدماغ. لكن احنا شنو نعرف؟ نعرف اللي خلايا الكائنات الحية هي ترسل موجات كهرومغناطيسية وتستقبل زادة موجات كهرومغناطيسية، لكن تخدم في انسجام وفي توازن. الخلايا هذه عندما تتعرض إلى قصف إشعاعي كبير منبعث من 4G وخاصة من 5G، فهي ينخرم من التوازن فتظهر الأمراض. والأمراض أمراض عدة، معناها السرطانية، أمراض مناعية، أمراض تخص الذاكرة، الألزيمر إلى غير ذلك. هو الاتصال اللاسلكي غير مضمون بالمرة. الفيبر أوبتيك تمكن من الاتصال السلكي، يمكن من تأمين المعلومة، لكن في الاتصال اللاسلكي سهل برشا إنك المعلومة تتقرص، وبالتالي أحدثت العديد من المشاكل من 2010 إلى حد الساعة هذه، وأحنا نقرأ ونشاهد في قرصنة البيانات من شركات كبيرة. الجواب على هذا السؤال، أولاً مسؤولية كبيرة، مسؤولية تجاه الجيل الحالي وتجاه الأجيال القادمة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإجابة على هذا السؤال مش ممكن باش تجي من جهة واحدة، إن كانت جهة تقنية، فنية، صحية، اقتصادية، بيئية، حقوقية، قانونية، لازم تضافر كل الجهات، يعني باش يقوموا بدراسة خاصة في تونس يبينون من خلال الدراسة هذه هل الإيجابيات 5G تفوق كلفة 5G، أولاً على البنية التحتية، ثم على الكلفة الصحية، وعلى من ناحية البيئية. هذيك علاش احنا في إطار العولمة السؤال يطرح، هل 5G تمثل نعمة أم نقمة للإنسانية؟